السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو أشرح طريقة تحميل أسئلة إلى بنك الأسئلة من خلال ملفات الوورد، يعني كيفية استيراد أسئلة من ملف وورد إلى بنك الأسئلة إلى Question Bank الموجود في منصة المودل، وبالتالي اعتماد هذه الأسئلة في الامتحانات والكوزات الإلكترونية. طبعا بالبداية أفتح ملف الوورد وأحمل الأسئلة مالتي بالطريقة، يعني ألتزم بهذه الطريقة. إذا كان عندي مثلا كنمط أسئلة سؤال Multi Choice Question يجب الالتزام بهذا النمط، يعني هنا أطبع الرقم 1 لصيغة السؤال، هنا هذه صيغة السؤال، وهنا الاختيارات راح تكون A B C D dot، يعني ألتزم بهذه الفورمة dot، ما استخدم اقواس، ما استخدم شارحه او داش او مشاكل، استخدم هذه الصيغه. الالتزام 100% بهذه الصيغه، لانه اذا ما التزم بهذه الصيغه بعدين بالتحميل يبدي ينطيني ايرورز. فلتجنب هذه الايرورز التزم تماما بهذه الصيغه، هاي صيغه السؤال والاختيارات مالته. طبعا الاختيارات مو بالضروره اي بي سي دي فقط، ممكن استمر بعد اكثر، يعني ممكن 5 خيارات 6 خيارات استمر بنفس الاليه والطريقه. خلصت من كتابة السؤال، الخيار الصحيح أكتبه بهذه الطريقة Answer capital letter نقطتين ورقم الخيار الصحيح بهذا الشكل، وألتزم أيضا بالcapital letter. هنا أنا case sensitive، يعني حساس لي يعني حالة الأحرف، هل هي small أم capital. هذا نمط للmulti choice question، هذا سؤال آخر بنفس الطريقة، السؤال الآخر يجي أسفل من عنده بنفس الطريقة تماما والانسر مالته، وهكذا السؤال الثالث رابع خامس كلها بنفس الطريقة. ماذا لو كان عندي سؤال ترو فولس؟ نفس الكلام نفس الاتجاه، يعني أيضا طريقة الترقيم وطريقة السؤال نفسه، ولكن الترو والفولس خيارات تكون أي وبي صحيح، ولكن مو نقطة مو دوت مثل هاي، وإنما أقواس، هذه الأقواس الصغيرة بهذا الشكل. وأيضا أكتب الجوة بالكابتل لتر الأنسر الصحيح، منه الخيار الصحيح الأي أو البي، أكتبه بهذا الشكل. هذا نموذج يجب أن كل واحد يعد الأسئلة مالته وفق هذا النموذج بالمالتي تشويس كويستشنز أو بالترو فولس. إذا عديت الملف بهذه الصيغة كملت طباعة الملف، نذهب إلى عملية الخزن سيف أز حفظ باسم. هنا يجب أن أختار اسم للملف، أي اسم تختاره ماكو إشكال، ولكن نوع الملف يجب أن يخزن كبلين تكست، يجب أن يخزن ملف هنا كبلين تكست، هذه مهمة جدا. أضغط على حفظ، يعني يجب أن يتحول إلى بلين تكست. هنا الإنكودينج سيستم يجب أن يكون مو الإنكودينج مثل ويندوز ولا الدوز، وإنما ترميز آخر. هذا الترميز اللي يعتمده هو هذا الترميز اللي هو اليونيكود UTF-8، هذا هو الترميز اللي يفتهمه المودل بهذا الموضوع، اللي يعني كويستشن بانك بالمودل. اذا اركز على هذه النقطه، اختار ترميز اخر ويونيكود UTF-8 موافق. الان الملف خلص، بعد ما عندي شيء يم الدوكيومنت، هذا اقدر هسه اقفله، اصبح عندي موجود، يعني هسه لو ادور عليه على سطح المكتب انا خازنه، هذا موجود الملف، يصير هذا الايقونه مالته بهذا الشكل، هذا هسه يعني بلين تكست فايل. خلصت، اروح الى الدرس مالتي، افتح الدرس على المنصه واروح الى قائمه الادمن، اروح الى كويستشن بانك الى كويستشنز، ادخل على بنك الاسئله الموجود عندي اللي مخزون عندي على المنصه حتى اضيف لها الاسئله اللي راح استوردها استيراد من اللي راح استوردها من ملف الوورد اللي انا سويته. راح تظهر عندي الاسئله السابقه، هاي اسئله قديمه انا عندي خازنها مسبقا، اريد اضيف لها هسه الان ما دام فتحت البنك مالت الاسئله، هسه شلون اجي اضيف الاسئله الجديده اللي جايتني من ملف الوورد. عدد الاسئله بملف الوورد اذا لاحظتوها هي 3 اسئله، المفروض انا هسه عندي هنا الاسئله من 1 إلى 12، المفروض اضيف 3 اسئله فتنضاف، فاقدر اسميها كويستشن 13 او 14 15 16 الى اخره، المهم تنضاف الى هذا البنك الموجود. شلون طريقه الاضافه؟ ايضا اروح مره ثانيه الى ادمن واضغط على امبورت. الامبورت هسه راح يطلب من عندي استيراد الملف، ملف اللي سويته مسبقا اللي هو بلين تكست فايل. اختار ايكون فورمات، هذه الفورمات اللي هو يقبلها للتحميل، هنا راح يطلب من عندي تحميل الملف، اما اسوي له يعني عمليه تشوز فايل او دراج اند دروب، الاسهل هو دراج اند دروب، اقدر اسحبه منه واذبه في هذا المكان.
ملف هو صغير الحجم على اعتبار ما به أسئلة كثيرة فيتحمل بسرعة، أما إذا كان الملف طبعا به أسئلة كثيرة وربما صور اعتياد التحميل مالته راح يكون يعني أبطأ، وأيضا مسألة مرتبطة بسرعة خط الإنترنت بلحظة التحميل. تحمل الآن كمل التحميل مالته، تسوي تضغط على امبورت حتى يستورده حتى يجيبه ويحمله. اذا ما اذا بي ايرور راح ينطيك هسه بهاي اللحظه، اذا اكو مشاكل راح ينطيك ايرورز، واذا ماكو مشاكل راح يقول لك الملف تم استيراده وثلاثه اسئله موجوده به، يتحسس انه هو يتحسس وجود ثلاث اسئله بهذا الملف، راح يقول لك انه تم نقلها بشكل صحيح. هنا بارس كويشن فروم امبورت فايل، جمع الاسئله الثلاثه بدون ايرورز، ماكو ايرورز ولله الحمد. كونتينيو. هسه المفروض هذه الثلاث اسئله الجديده اللي كانت مخزونه في ملف الوورد الان اجت الى بنك الاسئله الموجود عندي، اتاكد من عندهن، اتابعهن، طبعا اقدر اسوي لهن اديت واقدر اسوي لهن تحويرات تعديلات، اشوف شنو اللي اريد انا عليهن. بعد اصبح عندنا موجودات ببنك الاسئله تنطبق عليهن كافه المواصفات المتوفره لبنك الاسئله القديم السابق الموجود. هذا هو السؤال الاول اجى في هذا المكان، وهذا السؤال الثاني، وهذا السؤال الثالث. هاي ثلاث اسئله، هاي ثلاث اسئله جديده اللي اجت الان تحملت من الامبورت فايل. هسه تريد تشوفها، تريد تعرضها، تريد تغيرها، تريد تتحدث عليها، تريد تعدل عليها، هذا الشيء بعد تابع لك. المهم هسه اصبحت الاسئله محمله، اقدر اسوي لها اديت واغير بيها، مثلا انطيها ترقيم، ما اريد اعطيها نصوص، ما اريد اعطيها تكست، اريد اعطيها ترقيم، فاقدر اضغط على اديت ويطلع لي السؤال واسوي له عمليه تغييرات، تعديلات، تحديثات، اي شيء اقدر اسوي له بعد حاله حال بقيه الاسئله. هذا هنا طلع عندي هسه عندي صفحه مالت السؤال، هذا اقدر امشي ترقيمه حال يعني حاله حال البقيه، مثلا اكتب كويشن 15، انا يمكن واصل الى كويشن 15، اقدر هذا الرقم اشيله بعد ما احتاجه، لانه هذا الترقيم يسبب لي مشاكل على اعتبار بعدين انا بالامتحانات راح اسوي الاسئله للطلبه راندم، فراندم ما معقوله راندم ويجي له السؤال الاول مكتوب عليه رقم 5 او سؤال ثاني مكتوب عليه رقم 7، فالافضل ان احذف هذه الارقام من السيستم، اتاكد من بقيه الخيارات طبيعيه، شوف جاب الخيار الصحيح، هو اوتوماتيكيا انطاه درجه، الاختيار الصحيح هو اوتوماتيكيا انطاه الدرجه مالته، ما بعد مو انا اللي سويته، هو اوتوماتيكيا سواها، اضغط على السيف changes. اقدر اسوي له بريفيو، اشوف السؤال، اتاكد من عنده، اتاكد من الصياغه مالته الى اخره. كل الاجراءات اللي اريد اسويها على بقيه الاسئله اسويها على الاسئله اللي تم تحميلها عن طريق الامبورت فايل. هذا كل الموجود بهذه المساله، مساله مو معقده، مساله بسيطه، يمكن واحد ان يعد له ملف ب 30 سؤال 40 سؤال ملف وورد، حتى لو يطول بيه يوم يطول بيه يومين، يحمله يكمله وفق الصيغه الستاندر المتفق عليها ويحمله، فبالتالي اسهل من عمليه التحميل على الانترنت، لانه الانترنت بطيء والموقع ربما يطول، يعني عمليه تحميل 30 سؤال ربما يوم كامل ما تخلصها، بينما انت بملف معين يمكن تخلصها بساعه، فالعمليه تكون اسرع وافضل واسهل. هذا كل الموجود في هذا الفيديو، وشكرا جزيلا.